أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتابع الطلبة المتفوقين علميا بمدرسة كلفاو الابتدائية والإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية. معنا طالبة متفوقة النهاردة معنا، وحنشوف يا ترى ايه سبب تفوقها، ويا ترى هي شعورها ايه في هذا اللقاء وهذا اليوم بالنسبة للمتكرمين في هذه الحفلة الخيرية بجمعية كلفاو. اسم حضرتك؟ سنة كم؟ يا ترى انت ايه شعورك النهارده وانت في الكرامه في المدرسه؟ انا فرحانه وسعيده، بتمنى انا فرحانه وسعيده خالص لان انا كنت بذاكر اسهر الليل عشان احقق الهدف. يا ترى انت هويتك ايه وعايزه تكوني ايه في المستقبل؟ ان شاء الله عايزه اطلع طبيبه عشان اساعد كل الناس. هويتك ايه؟ هوايه رياضيه معاكي؟ السباحة. عظيم. يا ترى والديك مهيئين لك الامور كلها في المذاكرة؟ الحمد لله. نعم. تاخد دروس؟ نعم. تاخد دروس؟ نعم. يا ترى المدرسة بيكون فيها شغل جامد وفي دراسة شغالة معاكم، والمدرسين في المدرسة بيشتغلوا كويس معاكم، وبالتالي بتذاكروا دروس خصوصية عشان تتطور أكتر وأكتر. نعم. تمام، شكرا لتلميذتنا المتفوقة، وإن شاء الله هنتابع مع بعض سويا المتفوقين علميا في هذا الحفل الكريم. شكرا.